حقيقة إنه الأمن الوطني هو جزء من المجتمع الفلسطيني، وهو جزء من النسيج المجتمعي أيضا الأكبر للدولة الفلسطينية. نستشعر هذا هموم شعبنا الفلسطيني، نستشعر مع مجموعة فذة من إخواننا اللي هم ماراثون جمعية ماراثون الخير، اللي بتحسسوا هموم العائلات المستورة، اللي إحنا بفريق يعني فرق مشتركة مع بعضنا البعض نعمل في دوائر الأمن الوطني والعلاقات العامة، فريق الدعم النفسي، وأيضا اللي هم أصدقائنا في جمعية ماراثون الخير. في عنا القوى البشرية، في قدرة عنا على تقديم المساعدة في هذا الجانب الإنساني. في وفرنا طبعا بالتعاون مع ما تم ذكره مجموعة من الأدوات المنزلية وأيضا الملابس، وتقديم القوة البشرية لإعادة تبييض وإعمار منازل عدة كانت في محافظات الوطن، وهذا جزء من واجبنا المجتمعي حقيقة، ونحافظ على أن هاي الأسر تبقى أسر مثمرة، تمتنع عن التسول، تمتنع عن أو نستطيع تقديم لها الأفضل في المستقبل إن شاء الله. لقد قمنا اليوم بزيارة عائلاتنا في قرية ارتاح، إحنا مشاركة مع الأمن الوطني، وزرنا هاي العيال في تقديم لهم ما يعني ما من شيء من مقومات الحياة. فيعني هذا أقل شيء نقدر نقدمه، واجب علينا تجاه عائلاتنا وإخواننا في فلسطين.